أنا قلبي مو مرتاح أبداً عمران، يا ريت لو أخذنا رأي أكثر من أخصائية. طمني بهالخصوص ديما، ياسمين خانم واحدة من أهم المعالجين النفسيين بالبلد، ريحي بالك. أنا عم دور على طريقة لأشرح فيها لمراد إنه أنت أمه الحقيقية واللي شفتيها معالجة نفسية. عن جد عم تحكي؟ رح تقول لمراد إنه أنا أمه الحقيقية؟ إيه؟ عمران ما عم صدق، أنا كتير مبسوطة، شكراً كتير. شو كنت متوقع يا محمود؟ انت اقترحت تروح رفيف على الشركة، ليش مزعوج؟ خلصنا بقى. انا مالي مزعوج فيصل، انا شايف بعيون رفيف قديش هي هلأ بتكره العمران، هي كل همها ابنها وبس، لهيك كانت مبسوطة. بس بتعرف شو حلال عليه لعمران؟ ضل جد؟ هلأ هذا اللي طلع معك؟ ايه طبعا، على القليلة هو ما لعب من تحت لتحت ابدا، يعني مبين ما بده مشاكل. بيكون خايف مني. أنا مو مصدق برودة الأعصاب اللي صاير عندك يا زلمة. إيه يعني وليش لأ فيصل؟ رفيف بتكرهه. إيه كتير منيح. بالأول بتروح لتشوف ابنها، بعدين ممكن يرجعوا يتقربوا من بعض. لكن سكوت فيصل بقى، سكوت! بالأول هني رح يحكوا مع مراد وبعدين رح يبعتوا وراكي. كتير منيح، عادي انتظرت كل هالسنين، بستنى كمان كم دقيقة. المهم إنه مراد يكون مرتاح ويقدر يستوعب اللي عم بيصير. الوضع مو سهل بنوب مريم. بعرف هالشي رفيف، بس اصبري كل شي رح يكون منيح وإن شاء الله بصير اللي بدك إياه. من تمك لبواب السما. أصلاً أنا كل هالوقت كنت عايشة على هالأمل، ولولا ما كنت قدرت أوصل لهالمرحلة. ما عندي شي بالدنيا أغلى من مراد. مراد تعال شوي. ماما انت اكيد بتعرف قديش انا بحبك، ما هيك؟ بعرف. انا لازم اقول لك شيء مهم كتير. ماما انا شو عملت؟ انا اليوم ما تجاءت ولا زعلت انجي كمان، ما عملت شيء. تعرف إنه في كتير أولاد عندهم أمين مو واحدة؟ تنتين؟ كيف يعني أمي؟ إنجي كمان عندها أمين؟ لا، إنجي عندها أم واحدة. أنت وإنجي أنا ربيتكم، بس مو أنا اللي جبتك على الدنيا، مشان هيك أنت عندك أمين اتنين، بس أنا ربيتك وحبيتك أكتر من روحي يا مراد.
طيب يعني انت مو امي؟ طيب مين امي؟ امي وينها؟ هذا شيء طبيعي. تعال حبيبي. ليك كمان في وحدة بتحبك كتير وهي جابتك على الدنيا. مين؟ تتذكر الست اللي رحنا عبيتها ولعبت معك كل الوقت وبعدين اجت لعنا لهون؟ قرب تعال قلبي، لا تخاف. خالة سلطانة، شو صار يا ترى؟ بيكونوا خبروا مراد؟ إن شاء الله يكون مشي الحال، وأخيراً حفيدي الغالي رح يعرف أمه الحقيقية. ما بتعرفي بجوز كمان ترجع لعمران؟ سوزان لا تقولي إياه، بنتي كل مشاكلها من وراء عيلة يروقان أصلاً، بس تبعد عنهم وقتها بترتاح. بس لا تنسي شغلة خالة السلطانة، هن بيحبوا بعض كمان. إيه؟ كل شي صار من وراء الحب والحكي الفاضي. شوفي أحلى من الحب بهالدنيا. برأي رفيف لساتها بتحبه لعمران، صحيح في مشاكل بس واثقة إنه هن لسه بيحبوا بعض. أنا بحس هالشي على رفيف من تصرفاتها، وبكرة بتشوفي رح يجي يوم يتصلح كل شي بيناتهم ويرجعوا لبعض. خلقتي انتي التانية. آسفة محمود بيك. عمران طمني، قلت له انه انا بكون امه؟ ايه قلنا له انه انتي اللي جبتيه على الدنيا. طيب شو قال؟ زعل شي؟ ايه طبيعي، يعني انزعج شوي بالاول، بس المعالجة قالت لي إنه هذا شيء طبيعي، يعني كل الأمور منيحة. جاهزة؟ إيه جاهزة، أنا جاهزة. هلأ شو بدنا نعمل؟ لا تتوتري تعي. Hani eski zaman masalları anlatır üzünümü huzura dolar. Murat şuf mi nişan ما بدك تقوم تسلي. يلا حبيبي. Annem sen benim yanıma kalansın. Hani bir biblon vardı kırdım. Üstüne ne kırgınlıklar yaşadın. Merhaba. Ama bildi ben de parçalandım. Annem ben senin yanına kalanım. Mama ve baba arıyor انه انت امي كمان. Annem انا اليوم صرت ام عمران. صح. Sözlerin hep yüreğimde. Annem annem gel üzülme.
جيبوا لي اياه بسرعه، جيبوا لي اياه. عمرها مراد انخطف. مين بيكون خطف ابني؟ عمرها انا ما فيني اعيش بلا ابني. خليكم لو لي ابني، انا ما فيني اعيش بلا. Uzayan sohbet gecelerinde rolleri unutur dost oluruz. Bizi bağlayan bu kan değil yalnız. Annem biz birbirimize kalanız. Ben kararlı uçarken yolumda, sen çatık kaşlarının altında. Her yeni güne sevgiyle başlarsın. Annem sen benim yanıma kalansın. إيه صح، أنا كمان أمك، وأنت بتكون كل شي عندي. يعني أنت يلي جبتيني على الدنيا؟ أنا يلي جبتك، عطيتك من روحي. أنت كل شي بحياتي، أنت عمري، يا روحي أنت وعمري كله. يلا تعال أشوف، تعال قلبي، بعدك ما رح نفترق أبدا، رح نضلنا سوا على طول. خلي بابا يجي كمان. بابا أنت كمان تعال. تعال مراد، انت صرت شب هلا بلا ما نتعب ماما. يلا تعال يا بطل. وين ماما؟ مراد انا بدي ماما ديما كمان. قولوا لي وين ماما؟ مراد حبيبي أنا هون. ماما مراد حبيبي أنا هون، لا تخاف، هالموقف متوقع. ماما ممكن تقري الحكاية لو سمحتي؟ يا روحي طبعا، منفوت لجوا؟ ايه ماشي. لا تفوت يا رفيف. شو عمل مراد يا ترى؟ قلتك رح يتقبلها لرفيف؟ يا رب دخيل اسمك ما تخلي بنتي يحترق قلبها على ابنها. خالتي ليش بتشامل هالدرجة؟ ما بدها، ان شاء الله ما رح يصير الا كل خير. انت ارتاحي وطمني قلبك. يا حبيبتي انت وقت تصيري ام رح تفهميني. محلولة، إذا اليوم مراد ما عرف الحقيقة أكيد رح يعرفها بعدين. إيه إن شاء الله. تعرفي الحكي اللي قلتيني إياه من شوي خوفني كتير يا سوزان. شو قصدك؟ ما فهمت. مو أنتي قلتي إنه رفيف لسه بتحب عمران؟ خايفة هلأ تصير تفكر فيه. نحن مو ناقصنا مشاكل بنوب، والله يلي فينا مكفينا.
ما تحكي بالموضوع بلا ما يسمعك محمود. هذا واحد مجنون، ما بتعرفي شو ممكن يعمل. خلص اتفقنا، هالاسبوع منروح المباراة سوا. ايه منيح. طيب يلا انا برجع بحكي معك. ماشي باي. محمود شبك اهدى بقى، بس كون معصب، لا تحاكيني وتقلي اهدى. انا من الاول قلت لك انه الامور ما رح تكون لصالحك، بس انت ما بترد. خلصنا من اليوم ورايح، ما حدا يدخل بهالموضوع، ما بدي اسمع ولا كلمة. ايه تصطفل، خلص اعمل شو ما بدك. شو جايني من كل هالقصة؟ بتجاوب وشي ولك نلع لبرا. يا الله ليش هيك صار؟ ما عم بفهم ابنه، بالأول كان كل شيء منيح، شو صار له بعدين؟ أنا ما فهمت. روقي، ردة فعله كتير طبيعية، اهدي شوي، بده وقت ليتعود على الوضع الجديد. بدي منك ما تتوتري، لازم تكوني قوية مشان مراد يقدر يثق فيكي، هذا أهم شيء حتى يتقرب من حضرتك، والأهم إنه يشوفكم سوا هالفترة، يعني لازم يحسك من العيلة. لهيك لازم انتو الثلاثة تقضوا وقت سوا، لأنه هالشي بيخليه يتقبل الوضع بسرعة أكتر. بكل فرصة بتصح لكم حاولوا أنكم تجتمعوا سوا. يلا حبيبي اقعد هون، إذا كنت ولد عاقل رح أقرأ لك قصة كتير حلوة. ماشي؟ ديما شو صاير لأيديك؟ ولا شي، كسرت كاسي وانجرحت شوي. بس عم تنزف كتير، لازمها تنظيف وتعقيم. ما في لزوم. ما بيصير ديما، أكيد رح يخاف مراد إذا شافها. يلا روحي خلي البنات يعقموها. شو بكونوا حكوا يا ترى؟ شفتوا لمراد راكد لعند ديما؟ رفيف بتكون انقهرت. عشو عم تطلعي انت وياها؟ ولا شي، بدل ما تعدوا تراقبوا خلصوا الاكل. نحن عم نشتغل شغلنا ديما خانم. ليش شو هالحكي؟ عواد ما تجاوبيني خليكي بشغلك. شو صاير لايدك؟ ولا شي، اعطيني شاش طبي. كيف ما في شي؟ ليكي كيف عم تنزف؟ قلتلك ما في شي. غصون غصون بتلاقي هنيك عدة الإسعاف، خلينا نعقم للجرح ونسكره. شكراً على كل شيء، يسلموا. العفو، هذا واجبي. وبعد مصاري بالإذن منكم يدور على أكل وما يلاقي، قرر يترك الغابة ويدور على مكان أحسن. نعم مراد. إيه رح يخفى. وين ديما؟ مجروحة إيدها شوي، والبنات عم بيعقموا لها بالمطبخ. كنا أخذناها على المشفى، يعني بدها تقطيب؟ لا يعني مو لهالدرجة، البنات عم بيضمدوها. مراد البطل. بابا تعال عندي، تعال. هوبا بابا حبيبي. أنا هون جنبك حبيبي. رح تنيمو أنت؟ رفيف كمان رح تكون معنا، هيك نصحتنا ياسمين خانو. خبري ديما. طيب يلا حبيبي خلينا نطلع لفوق. أوبا. ديري بالك غصون شبك. عفوا. انتي قصدي عم تشدي عليها. آسفة بس ما قصدت، بعتذر. بعدي هيك. هي بدون ما تكون معصبة ما بينحكى معها، فكيف وهي معصبة؟ مو وقته هالحكي، بتسمعيك رجعي هالغراض. نعم مراد.
رفيف وعمران طلعوا لفوق مع مراد مشان ينيموه، طبعا المعالجة هيك نصحتهم. طيب وانتو ليش ما خبرتوني؟ عمران قال لي خبري ديما وقت تجي من المطبخ. والله عزب حاله. ليكي ديما، مراد كان رح يرفع الكنباية مشان هيك أخدوا لينا. فهمت. شوفي هلا شو بدك؟ عمران ورفيف ومراد مع بعض فوق بالغرفة، العائلة السعيدة مجتمعة، شكلها رفيف بدها ابنها وعمران سوا. ديما أنت عن جد حقيرة. فكرة رح صدقك؟ لا عاد تقلي. إن شاء الله عمرك. مراد حبيبي شو رأيك هلا أحكي لك قصة؟ موافق، بس بشرط مثل قصص بابا، يعني مو من الكتب. كيف يعني؟ شو هالقصص اللي ما في منهم بالكتب؟ بابا بتذكر قصة أمير الغابة اللي كان عم يدور على الأميرة الضايعة الحلوة؟ كان يسحب سيفه وبوش الأعداء يلي يطلعوا له، كان يقدر يقتلهم كلهم. بس أنا ما بعرف هالقصة يا روحي، بيمشي الحال إذا حكيت لك غير وحدة؟ موافق. دخيل هلوش. بيوم من الأيام كان في ضيعة بعيدة وكان في عائلة صغيرة عايشين هنيك، أب وأم وعندهم بنت كتير حلوة. في مرة إجت لعندهم الساحرة وأخدت بنتهم بالقوة. البنت كبرت مع الوقت، والساحرة لأنها خافت إنه البنت الحلوة تهرب قامت حبستها بقلعة عالية كتير بالغابة، ولما كان بدها تشوفها كانت تتعربش وتطلع على شعراتها الطوال. بعدين بيوم من الأيام الأمير سمع صوت البنت وصار عنده فضول، قام تسلق جدار القلعة، شاف البنت الحلوة وحبها كتير، وبعدين تجوزها وأنقذها من الساحرة. النهايات السعيدة موجودة بس بالقصص. إن شاء الله حياتك يا عمري تكون حلوة على طول، وتكون سعيد لآخر عمرك يا ملاكي. تقبر قلبي. وأخيرا بحبك كتير يا روحي. أنت تذكر هداك اليوم عمران، وقت كان مراد مخطوف ولقى ولد متوفي وقتها، قلت لك خدني لأتأكد. أنا أمه وحافظة كل نقطة فيه. عشنا الوجع والفرح كمان، اتفقنا نعيش سوا على الحلوة والمرة. رفيف، أنا حابب نرجع مثل قبل، بس احكي لي شو اللي صار. يعني ما بدك تحكي؟ شو بدك أحكي عمران؟ من وين بدي بلش؟ أحكي لك قديش تعذبت بكل لحظة كنت بعيدة عن ابني؟ ولا قديش كنت عم بنقهر وأتوجع من اللي صار معي؟ كل شي مر علي ورضيت فيه كان بس حتى أشوف هذا اليوم. كان كل أملي إني أرجع ألمس ابني وضمه لقلبي. من وين بدي بلش؟ أنت ما كنت مجبورة تعيشي كل هاد؟ كان هذا قدري،
نهايات القصص مو كلها سعيدة. أنا صار لازم أمشي. ياسمين خانم قالت لما يفيق مراد لازم يشوف ديما قاعدة جنبه مو أنا. عمره ما عليه شي بس يفيق تبوسه. مع السلامة. يعني هلأ أنا عندي أمين تنتين؟ إيه مراد حبيبي؟ رفقاتي عندهم أم واحدة بس أنا عندي أمين تنتين. إيه مراد، بابا قال لها شي للخالة؟ قال لها إنه رح يعطيك إلى شي؟ لو حكى هيك شي رح تخبرني، ما هيك حبيبي؟ إيه بقول لك، إذا أنت تركتني ورحت مراد رح أزعل ورح أبكي كتير. ما بتركك، لا تبكي ماما. شفتي؟ أنا قلت لك من الأول هذا عمران أكيد رح يزعل رفيف من وقت ما رجعت حبسة حالة بأوضتها. بعرف، بس برأيي خليها لحالة، يعني إذا ضغطنا عليها ما رح نستفيد. محمود خالتي، هذا عمران مستحيل يلعب بعقل رفيف، ما هيك؟ شو هالحكي؟ لا تفكر هيك أبدا، أصلا بنتي رفيف كل همها هو مراد وبس. إن شاء الله يكون هيك، إن شاء الله. لك ما بده يعني ضل مع ابني لحالنا، مو معقول. عن جد ما عم بفهم ليش نحن وطالعين على غرفة مراد قال لمريم رفيف طالعت نيمو. خبري ديما بهالشي. ايه عادي، شو فيها؟ انتي عم تبالغي كتير، مو ملاحظة؟ انا عم بالغ سوزان؟ مراد ابني وانا طبيعي يكون معه وشوفه بدون ما تتدخل ديما بنوب. رفيف، عمران تصرف بطريقة كتير عادية، انتي لانك غيرتي وعصبتي عم تحكي هيك. لك سوزان كرمال الله لا تبلشي تنظير. اوف، رفيف اهدي واسمعيني. شو يعمل الزلمة اكتر؟ هو واقع بين نارين، عم يعمل كل يلي بيطلع بايده. يعني بالاول قال لك تعي شوفي ابنك، ومو بس هيك، حتى انه استشار اخصائية وخبروا لمراد انك انت امه. لو ما بيحبك بيعملها؟ ايه بس يعني بكفي خلاص، بعد هالشغلات المنيحه جايت قليلي ديما وما بعرف شو. شبكي كبري عقلك. انا ضايعه سوزان، ما بعرف شو ساوي. حاجتك عناد، احكي وصارحي. لك لو حكيته شو رح يصير؟ الشغله منتهيه، عمران متزوج من ديما، الوضع ماله حل. انت كمان متزوجه من محمود؟ هلا معتبره هذا زواج؟ انا زواجي على الورق بس. يمكن كمان هو مثلك، اذا ما حكيتوا وتناقشتوا ما رح تعرفي شيء. اوعى تنسى مثل ما اتفقنا، ما بتقلب وشك منوب، نحن رح نتصرف كانه ما في اي شيء. ماشي؟ ماشي، شكرا. ماشي يلا. مساء الخير، صحتين وهنا. ايه كيف كان لقاء الام مع ابنها؟
كيف رح يكون من وقت ما راحت رفيف خانهم لهلا؟ مراد ما وقفت أسئلته أبدا، رح يجننوا للولد. مريم من شوي طلعته على قوته وعم تحاول تهديه وتنيمه. عن جد كتير صعبة، مسكين مراد. ايه صعبة كتير. صحتين وهنا. مرحبا يا حلوة أميرتي. مراد ومريم وينهم؟ مراد متوتر شوي، مريم طلعت معه على الغرفة تنيمه. ماشي، أنا رح شوفه وأرجع. ليش عم تزوروني هيك أنتو الجوز؟ لكون أنا اللي عملت هيك بالولد. ما في شي. بشو عم تفكري؟ قررتي تحكي مع عمران؟ عن جد أنتي وحدة عنيدة كتير. أنتي غلطتي لما عملتي هالتمثيلية مع محمود، هو قنعك إنه هالشي لصالحك، بس الموضوع مو هيك، بالعكس رح تتعبي وتنقهري كتير. مفكرة ما بعرف هالشي كله سوزان؟ بعرفه. إيه؟ ليش ساكتة وموافقة لهلأ؟ روحي أحكي مع عمران إنه ديما ورا كل شي. ربوا ابنكن مراد مع بعضكن. خلاص أنا طالعة. من وقت ما رجعتي لهلأ محمود عم ينقل لأنك ما طلعتي من أوضتك. كرمال الله طلعي وريحينا من نقه. شو يعمل الزلمة أكتر؟ هو واقع بين نارين، عم يعمل كل يلي بيطلع بإيده. يعني بالأول قال لك تعي شوفي ابنك، ومو بس هيك، حتى أنه استشار أخصائية وخبره لمراد أنك أنتي أمه. لو ما بيحبك بيعملها؟ جلنار خانم، صار فيك تطلعي إنجي على أوضتها. حاضر يا خانم. يلا إنجي حبيبتي تعي. مريم طلعي شوفي أخوكي بده يرجع ينزل على العشاء ولا لا؟ أنا رح شوفه اطمن على مراد. أبوه معه ديما حبيبتي. برأيي نتركن لحالن، عمران بيعرف كيف يهدي. تركيهم بنتي بلا ما تسمعي شي كلمة من عمران هلأ. كانت ضرورية مراسم التعارف؟ مو أحسن ما الولد يضل عايش بكذبة طول عمره؟ عمل زينة العقل، حلال عليه. بابا، تتذكر الشركة اللي حكيت معهم مشان التغليف؟ ايه. بعتولك وقتها معلومات عن عروضهم؟ ايه بتذكر بعتولي. ليش؟ ما في شي، مجرد سؤال. بالمناسبة مديرتنا الجديدة شرفت على الشركة اليوم، وبكرة رح تشارك بالاجتماع لنشوف شو رح تحكي. ليش مو محمود هو الشريك؟ لا رفيف، يعني زينب خانو. هلأ بلا مزح،
ليش؟ شو إلها شغل بالشركة يعني؟ لحظة لحظة، ما عندكم خبر بالموضوع؟ من وين بدنا نعرف بنتي؟ بما أنه أبوكي بحالة اكتئاب عم نسمع الأخبار منك. اسمعوا حكي وتذكروا، هاي المخلوقة رح ترجع تنزعلنا حياتنا، وبتقولوا إنه نعمة قالت. بس لو تشوفوها شو شايفة حالة، كأنه كل حياتها سيدة أعمال، لقوا طلبت اجتماع كمان، والله شي بجاكر. بعدك ما رح نفترق أبدا، رح نضلنا سوا على طول. بيوم من الأيام الأمير سمع صوت البنت وصار عنده فضول، قام تسلق جدار القلعة، شاف البنت الحلوة وحبها كتير، وبعدين اتجوزها وأنقذها من الساحرة. النهايات السعيدة موجودة بس بالقصص. إن شاء الله حياتك يا عمري تكون حلوة على طول، وتكون سعيد لآخر عمرك يا ملاكي. تقبر قلبي. عمرها ما عم صدق، أنا كتير مبسوطة، شكراً كتير. بترجاكي رفيف، بترجاكي هدي أعصابك واحكي لي شو اللي صار معك هنيك. يلا لو سمحت. اسمعي، هذا الاجتماع مهم كتير بالنسبة إلي، بدي كل التفاصيل تكون جاهزة قبل ما أصل. تمام، شوفك بالشركة. يا بنتي الله يوفقك بشغلك. إن شاء الله. أنتي بتستاهلي كل خير رفيف. طيب يلا روحي، رح تتأخري. تعرفي أنا لسه معي شوية وقت، عم فكر روح على القصر قبل ما أطلع على الشركة، حابة أشوف مراد، يقبر قلبي كتير اشتقت له. بكرة فيك تروحي لعند مراد يا بنتي، بارح رحتي ورجعتي متضايقة كتير. ما تخافي يا حبيبتي، أصلاً إذا ما شفت مراد رح أكون مزعوجة. مثل ما بدك. رح تتصلي بعمران؟ ايه. شو رح تقولي له؟ ما فهمت. لا تعملي حالك ما فهمتي رفيف، عم اسألك اذا رح تحكي له كل اللي جواتك. حبيب قلبي صباح الخير عمران. شو الموضوع؟ قوليلي. شو بدي قلك عمران، أنا هلأ عندي وقت فراغ، قلت بيجي وبشوف مراد، واتصلت مشان أسألك إذا كنتوا فاضين وإذا ممكن إجي هلأ. مراد نايم هلأ، ما نام امبارح لأنه
إذا بتحبي تعي بعدين. خير شو بو مراد؟ سلامة قلبه هو مريض؟ لا مو مريض، كل القصة أنه عم يحاول يتعود على الوضع الجديد. أوف، ليكون زعل أو مثلا ما تقبل الفكرة. يا الله شو بدي ساوي يا عمران؟ رفيف اهدي شوي، رح يتأقلم بس بده وقت. أنا بس بدي مراد يكون منيح وما بدي شي تاني بنوب. أكيد رح يكون منيح بس أنت لا تخافي. إن شاء الله. ممكن تبوسه بدالي؟ طيب. هاي بستو، ارتحتي هلا؟ شكرا لك. العفو. بشوفك. بشوفك أكيد. ماشي. بخاطرك. انتبهي على حالك. بشوفك. الله يعينك على هالأم، شو عنيدة يا ابني. رح تجنني. شو نعمل معه؟ لساتك بتحبي عمران من كل قلبك؟ لا ابنوب، ما في هيك شيء. من وين بتجيبي حكيك؟ والله مو من عندي عم جيبه. انتي اطلعي ورح تفهمي. اف، ما شفت شي بنوب. خلاص روحي احكي مع عمران، هو كمان بيحبك. عم تظلموا بعضكن على الفاضي، يعني انتو الاثنين بتحبوا بعض، وإذا ما بدك تفتح السيرة تقربي منه يمكن هو عنده كلام يقلك ياه.